تكليف من الرئيس السيسي رئيس المخابرات العامة في زيارة لرام الله وتل أبيب لدفع جهود عملية السلام. تزامنا مع عمليات إجلاء الرعايا الأجانب إصابة 17 شخصا في تدافع عند بوابات مطار كابول. وفي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر يرتفع بأكثر من 47% في الربع الثالثي من العام المالي الماضي. تفاصيل نشم شاني كرم، أهلا بحضراتكم. بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل زيارة لرام الله وتل أبيب، وتأتي هذه الزيارة في إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام والتي يرعاها السيد رئيس الجمهورية. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشكر لكل الوزارات والجهات التي ساهمت في انجاز المشروعات السكنيه التي افتتحها الرئيس السيسي بدايه الاسبوع بهدف توفير سكن ملائم لجميع المواطنين. وفي مستهل اجتماع المجلس الذي عقد بمقر الحكومه بمدينه العلمين الجديده، اشاد رئيس الوزراء بحرص الرئيس السيسي على عقد لقاء مع عدد من المواطنين، مؤكدا ان حديث الرئيس دوما ما يحمل رسائل طمأنه لهم بان الدوله تسعى جاهدا لتحسين مستوى الحياة. من ناحية أخرى، قال مدبولي إن التركيز حاليا ينصب على تطعيم العاملين في قطاع التعليم الجامعي وما قبل الجامعي ضد كورونا، مشددا على أن رؤساء الجامعات مسؤولون عن متابعة عملية تلقي التطعيمات للعاملين والطلاب بالجامعات. وقد وجه رئيس الوزراء التهنئة إلى جميع الأسر المصرية على ما حققه أبناؤهم من نتائج في الثانوية العامة، ووجه الشكر للقائمين على إجراء الامتحانات هذا العام في ظل ظروف صعبة، مؤكدا أن الدولة تحرص على أن يكون التطوير بهدف تحسين العملية التعليمية. خلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الموقف الحالي لمواجهة فيروس كورونا، حيث أكدت زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أهمية التطعيم في ظل ظهور سلالة دلتا المتحور. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تضع ملف النهوض بقطاع الصناعة ضمن أولوياتها الحالية، مؤكدا أن سرعة التنفيذ هو الأمر الأكثر إلحاحا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة خطوات تنفيذ 100 إجراء والمقترح للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات. من جانبها، نوهت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إلى أهمية تفعيل برامج مراكز تحديث الصناعة لتطوير المصانع والارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية وتعزيز الاستثمار بالأنشطة الإنتاجية لتوفير احتياجات السوق المحلي، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وخفض تكاليف عمليات التقييم ودراسات الجدوى، كما تشمل إجراءات تطوير منظومة المواصفات المصرية تماشياً مع المواصفات الدولية خاصة في أسواق التصدير المستهدفة. أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليلاً للطلاب على صفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، يشمل إجابات وافية على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد. يشمل الدليل تعريفا للطلاب بكيفية تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق وأماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، مع التعرف على قواعد التوزيع الجغرافي وعدد الرغبات المتاحة للتسجيل والقواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات، إضافة إلى موعد فتح تحويلات التقليل الاغتراب أمام الطلاب، وعرض أسماء الكليات والمعاهد الجديدة المشاركة في تنسيق هذا العام. كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أعلن أمس أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للتنسيق 80% لعلم رياضة و 88.4% لعلم علوم و 65.7% للأدبي، مشيرا إلى بدء تنسيق المرحلة الأولى يوم السبت المقبل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر بشأن إصدار شهادات QR كود الخاصة بتطعيمات لحقات
كورونا للمسافرين دون تلقيهم اللقاح. أكدت وزارة الصحة أن جميع إجراءات استخراج شهادات QR كود الخاصة بلقاح كورونا تخضع للرقابة والتفتيش الدقيق، وهي شهادات مؤمنة صالحة لتقديمها للجهات الرسمية في الخارج، ولا يتم إصدارها للمواطنين إلا بعد تلقيهم اللقاح. هذا وتواصل المراكز الطبية بمحافظة مصر عملها بتطعيم المواطنين لقاح كورونا مع استخراج شهادات السفر للراغبين في السفر خارج البلاد وسط إجراءات احترازية وقائية على مدار الساعة. تحولت المراكز المنوطة بالتطعيم بلقاح فيروس كورونا إلى خلية نحل، ومنها مركز التطعيم بأرض المعارض بمدينة نصر لاستقبال المواطنين الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، وذلك لتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، ومنهم الراغبين للسفر إلى الخارج وسط إجراءات احترازية غير عادية تتم على مدار الساعة. في إقبال غير طبيعي وغير عادي، يعني يا رب بس نقدر نقدم لهم الخدمة. احنا بنقعد من الصبح بنفصل، يعني مواعيد عملنا كمان وصلت لغاية الساعة 1 بالليل، خصوصا ان المركز هنا تحول الى اعطاء تطعيم لقاح جونسون اللي هو للمسافرين، مع بجانب طبعا الجرعات التانية للطعوم الاخرى. بنحاول برضو ان احنا نلتزم بالاجراءات الاحترازية بالتباعد بالالتزام بلبس الماسك. الكوادر الطبية والتمريضية تبذل قصارى جهدها لتيسير اجراءات التطعيم للمواطنين رغم الزخم الشديد الذي تشهده مراكز التطعيم بمحافظة مصر كافة. تطعيم بالمجان، هي بس شهادة السفر اللي الناس بتحتاجها اسمها الQR كود، هي ديت اللي هي في 250 جنيه بس. المواطن اول ما بيجي بيخش على السيستم، بنعمله زي حاجة الاي تي، بنتأكد ان هو اسمه نازل على السيستم، وبعدين بيقعد على حاجة اسمها الموافقة المستنيرة، بيسأل اي اسئلة للدكتور اللي موجود، لو في اي سؤال اي حاجة، وبعدين بيتوجه على التمريض عشان ياخد التطعيم. المواطنون أبدوا قبولا واستحسانا لما يتم لهم من إجراءات ميسرة خلال عملية التطعيم. كل حاجة منظمة والناس كويسة جدا ومتعاونة ما شاء الله. يعني أنا مسافر الكويت إن شاء الله، لقاح جونسون، الحمد لله أمور تمام 100 100، والله يعطيكم الصحة والعافية. أنا دكتورة على فكرة، فالحمد لله شايفة حتى أن الدكاترة عاملين بمجهود أكبر من قدرتهم، يعني حتى يعني ربنا يعين الكل. والحقيقة الحمد لله فكرة الجرعة الواحدة دي برضو خير. جهود مضنية تبذل من قبل الكوادر الطبية والتمريضية على مدار الساعة هنا بأرض المعارض وكافة المراكز المنوطة بعمليات التطعيم بلقاح فيروس كورونا، بما يؤكد حرص الدولة المصرية على مواجهة المرض ومنع انتشاره. محمد حلمي، التلفزيون المصري. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس حالات وفاة، وأشارت الوزارة إلى خروج 199 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234,449 حالة. عالميا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع في الشهرين الماضيين إلى أكثر من 4.4 مليون حالة، ليصل إلى أكثر من 206 ملايين حالة. أرجعت منظمة ارتفاع الأعداد إلى زيادة الإصابات في منطقة غرب المحيط الهادئ ومنطقة الأمريكيتين، وأشارت إلى أن القارة الأفريقية أبلغت عن أكبر انخفاض في النسبة المئوية في حالات الإصابة والوفيات. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على عقد اجتماع افتراضي لزعماء مجموعة السبع الأسبوع المقبل بشأن أفغانستان. من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لتجنب حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان، مشيرا إلى وجود إجراءات جديدة تهدف إلى استقبال 20,000 لاجئ أفغاني بينهم 5,000 في السنة الأولى. تصريحات جونسون جاءت خلال جلسة استثنائية للبرلمان لبحث الوضع في أفغانستان، حيث أكد أنه سيتم الحكم على حركة طالبان بناء على أفعالها وليس على أقوالها، مشيرا إلى أنه لا نية لدى أعضاء حلف الناتو لاستئناف العمل العسكري في أفغانستان.
هذا وقد دعا الاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف في أفغانستان إلى السعي لحل سياسي شامل ودائم يضمن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وخلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الاتحاد أكد المشاركون أنه لا ينبغي إقامة تسوية سياسية وشاملة وحل دائم للصراع بالقوة، ولكن من خلال مفاوضات هادفة تستند إلى الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الدستوري. كما أكدوا أن التعاون مع أي حكومة أفغانية مستقبلية سيكون مشروطا بتسوية سلمية وشاملة مع احترام الحقوق الأساسية لجميع الأفغان. من جانبها أكدت الأمم المتحدة التزامها بالبقاء وتقديم المساعدة في أفغانستان في وقت تتواصل فيه عمليات الإجلاء بمطار كابل. هذا وقد أعلن مسؤول أمني في حلف الناتو أن 17 شخصا أصيبوا في تدافع عند إحدى بوابات المطار. في غضون ذلك أعلنت بريطانيا إجلاء 306 بريطانيين و 2052 أفغانية في وقت أجلت فيه فرنسا 216 شخصا بينهم 184 أفغانية. كما أعلنت الولايات المتحدة أنه تم إجلاء 3200 مواطن أمريكي، بالإضافة إلى إجلاء نحو 2000 لاجئ أفغاني إلى الولايات المتحدة حيث سيقيمون هناك بصورة دائمة. وقد كانت حركة طالبان أعلنت العفو عن جميع خصومها في أول مؤتمر صحفي للمتحدث باسمها بعد سيطرتها على البلاد. وقد دعت الحركة موظفي الدولة إلى معاودة العمل وأمرت مسلحيها بالحفاظ على الانضباط وعدم دخول أي مبان دبلوماسية أو اعتراض لأي سيارات تابعة للسفارات مع ضمان احترام وجود أي أجنبي في أفغانستان. هذا وقد نظمت مجموعة من النساء الأفغانيات وقفة احتجاجية محدودة بالعاصمة الأفغانية كابول عقب سيطرة حركة طالبان على البلاد. عربوا خلالها عن شكواهم تجاه التزام الحركة بالحفاظ على حقوقهم معربين عن مخاوفهم بهذا الصدد بعدما أمر العديد منهن على ترك العمل بالتزامن مع سيطرة الحركة على العاصمة. إلى لبنان، حيث شيع اللبنانيون عددا من ضحايا انفجار خزان الوقود الذي وقع يوم الأحد الماضي بشمال البلاد ورحى ضحيته 28 شخصا. كان الانفجار قد أسفر أيضا عن إصابة 80 شخصا غالبيتهم بحروق جسيمة أثناء تجمعهم حول خزان الوقود في بلدة التليل في منطقة عكار. هذا يشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات، ازدادت حدة بعد قرار المصرف المركزي في الأسبوع الماضي برفع الدعم عن المحروقات. أعلنت قوات الأمن العراقية إحباط محاولة إرهابية لاستهداف تجمعات للمواطنين في مدينة الكرخ، حيث ذكر بيان إعلامي أن قوات الأمن كانت قد لاحظت شخصا ملثما يستقل دراجة نارية أثارت تصرفاته الشكوك، مما دفعها لملاحقته واضطرته لإلقاء ما يحمله من أسلحة ومواد متفجرة قبل أن يلوذ بالفرار. ولا تزال عملية البحث جارية عن المتهم. إلى فرنسا، حيث تواصل فرق الإطفاء الفرنسية جهودها للسيطرة على حريق الغابات في تلال قرب بلدة سان تروي الساحلية بجنوبي البلاد. وقد صرح مسؤول محلي في إقليم فار أنه تم العثور على شخص ميت أثناء عملية الإطفاء في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن إصابة نحو 20 شخصا بالاختناق جراء استنشاق الدخان المتصاعد من الحريق الذي أمكن مشاهدة نيرانه من معظم أنحاء الإقليم. أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بدء التطبيق التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد الخاص بتنفيذ المشروعات بمحافظتي سوهاج وقنا. يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتحقيق عدد من الإصلاحات الهيكلية لدعم وتطوير مجالات ونظم عمل الإدارة المحلية لتحقيق عملية التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة. أشار شعراوي إلى أن النظام الإلكتروني سوف يعمل على المتابعة الدقيقة
للخطوات كافة لتنفيذ المشروعات بداية من إجراءات التعاقدات والمشتريات وانتهاء بالتنفيذ الفعلي ومتابعة الربط بين المخصصات المالية التي يتم تحويلها للمقاولين ونسب التنفيذ الحقيقية بالموقع. ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمة الصحية للقرى النائية والأكثر احتياجا، نظمت مديرية الصحة والسكان بالفيوم قافلة طبية. هذه القافلة تحوي تخصصات عدة تهدف إلى الكشف على المواطنين وصرف العلاج لهم بالمجان. لإجراء الكشف الطبي على المواطنين بقرية الناصرية والمناطق المحيطة بها بمحافظة الفيوم وصرف العلاج للمرضى منهم بالمجان وبمشاركة العديد من الأطقم الطبية في تخصصات عدة، بدأت أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمة الصحية للقرى النائية والأكثر احتياجا. بنقدم خدمة الأخصائي والاستشاري في القافلة. النهاردة القافلة بتضم معانا 10 عيادات، 8 تخصصات طبية. احنا دلوقتي لسه في الساعات الأولى وفي إقبال كويس على القافلة الحمد لله. القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات منها البطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، النساء والجراحة، فضلا عن اشتمالها على معمل الدم والأشعة والتحاليل والكشف العشوائي عن أمراض السكري وضغط الدم. بيننا وبين الفيوم 30 كيلو وما ينفعش نروح، فنشكر أولا وأخيرا سيادة الرئيس. ومن الساعات المبكرة طبعا يعني خلية عمل ونشاط كبير جدا قاموا به كل العاملين من سواق عربية لممرض لدكتور لطبيب، وأهل القرية مبسوطين والله، لأن احنا طبعا ما فيش غير وحدة صحية عندنا هنا وخدماتها يعني قليلة جدا، فالقافلة عملت عوض كبير قوي قوي قوي. ولتنوع تخصصاتها والخدمات التي تقدمها شهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين، قصدها في يومها الأول فقط 150 مواطنا من أبناء القرية، ما يدل على أهمية تنظيم القافلة ومثيلاتها خاصة في المناطق والقرى النائية. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. ثمنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين تنفيذا لتكليفة الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال زيارة نظمتها وزارة الهجرة لمحافظة القليوبية ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج لتفقد المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف حياة كريمة بالمحافظة. زيارة جاءت على أرض الواقع من وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتفقد ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى نوى والأحراز بشبين القناطر محافظة القليوبية. النهارده بالتأكيد بعد لما بيشوفوا كل هذا المجهود وكل هذا العطاء من جانب العمال والمهندسين والقيادات التنفيذية والمؤسسة ومنظمات المجتمع المدني وبالتأكيد المحافظة وقياداتها التنفيذية، ده لما بيشوفوه على أرض الواقع بيدي بالتأكيد يعني جانب آخر من هذا الدعم. وبحسب محافظ القليوبية فإن المشروعات تم تنفيذها بخطوات استباقية وسريعة تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية. نسب التنفيذ وصلت نسب عالية، الحاجات اللي هي اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي الصرف الصحي، الأبنية التعليمية، المدارس، المية، الحاجات الأساسية دي ما بين 40 و60%. الكيانات المصرية بالخارج المشاركون بالجولة أعربوا عن سعادتهم لما يحدث من نقلة نوعية بالريف المصرية. دي مصر الجديدة اللي احنا كنا بنحلم بيها. دور كل مصري ان هو كسفير لبلده يوصل الرسالة بالضبط ويوصلها ويدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة طفرة، نقلة نوعية كبيرة، قبل وبعد احنا جينا شفنا مدارس، شفنا غاز، شفنا تبطين ترع، شفنا وحدة رعاية الأسرة، شفنا مدرسة رائعة، نماذج حلوة قوي. دوتك اللي احنا شايفينه على أرض الواقع شيء يكاد يكون مثل الخيال، لأن الحياة الأول كانت صعبة جدا. كون أن سيادة الرئيس ابتدى أن هو يقتحم بنفسه ويخش في التطوير ده، وأن هو يبتدي عشان يغير من يعني عارف حضرتك أهم حاجة أن الإنسان بيغير من نفسه،
هو بيساعدنا الاول، بيدينا حياه كريمه. انا كمان يعني زادت عليا الحمل ان انا لازم انقل تفاصيل المواضيع دي كلها لاصحابي اللي بره المصريين او غير المصريين، لان ده الدور اللي انا شايفه هو ده دلوقتي اللي انا هعمله. ياتي هذا فيما اشاد المواطنون بمبادره حياه كريمه، واكدوا ان جميع الخدمات كانت شبه منعدمه، وان الصوره لا تكذب او تتجمل. حاجه ما كانش حد يحلم بها، برنامج الحياه الكريمه عملت حاجات كتيره ما كانش حد يتوقعها في البلد خالص. المبادره دي 10 على 10، ومن من 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 5 سنين، من 10 سنين، في تقديم 100%، مش 50%. شوف العمل الحمد لله والبلد مرتاح. واقفين جميعا كلنا كده في صرح قامت به حياه كريمه، الحقيقه صرح طيب جدا، واقامه المدرسه الحقيقه وتحويلها الى المدرسه ابتدائي، وتبديل الامر الاعدادي، كذلك الصرف الصحي، كذلك الغاز الطبيعي. إذن هي جهود حثيثه ومكثفه سواء من مؤسسات الدوله بالداخل لتنفيذ المبادره الرئيسيه حياه كريمه، أو بمشاركة أبناء مصر في الخارج، أبناء لا ينسون الوطن مهما ابتعدوا عنه. اقتصاد الثانية، أهلا بكم. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب تقريرا حول بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي. كما ناقش الاجتماع جهود دعم المشروعات الاستثمارية والنهوض بالصناعات اليدوية ودراسة مقترحات النهوض بمدينة الحرفيين في مدينة الصف بمحافظة الجيزة. أظهر تقرير بيانات الاستثمار ارتفاعا صافيا لتدفقات الاستثمار الأجنبي في الربع الثالث من العام المالي الماضي بنسبة 47.3% ليبلغ 1,429,000,000 دولار. زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بغرض تأسيس شركات جديدة بنسبة 85%. اتفقت مصر وألمانيا على تخصيص تمويلات تنموية ميسرة ومنح من الجانب الألماني بقيمة 151.5 مليون يورو، ويستخدم المبلغ في تمويل 15 مشروعا تنمويا في قطاعات التعليم الفني، التدريب المهني، دعم الابتكار بالقطاع الخاص والهجرة وسوق العمل، الإصلاح الإداري والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال انعقاد جولة المفاوضات السنوية بين الحكومتين المصرية والألمانية للعام الحالي من أجل وضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني للعام المقبل. كشف وزير المالية محمد معيط عن تحديث المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية نافذة، وإصدار نسخة جديدة من هذا التطبيق الإلكتروني بالهواتف الذكية من أجل التيسير على مجتمع الأعمال. أوضح معيط أنه يجوز للمستوردين إضافة حسابات إلكترونية فرعية لوكلائهم من المستخلصين الجمركيين على المنصة، والسماح لمندوب الشركات بإنشاء حسابات إلكترونية فرعية أيضا، بما يساعد مجتمع الأعمال في متابعة شحناتهم إلكترونيا. أكد وزير القوة العاملة محمد سعفان العمل على إعداد قواعد بيانات المصريين العاملين بالخارج من خلال مبادرة سجل نفسك عبر بوابة الوزارة. ولفت سعفان خلال لقاء عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية أن هذه المبادرة تتيح لكل جهات الدولة الاطلاع على احتياجات المصريين بالخارج ومساعدتهم على إزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم. أشار سعفان إلى التأمين على العمالة المصرية في الخارج من خلال وثيقة طرحت من قبل، وأوضح أن الوثيقة تغطي حالة الوفاة أو أي إصابات جسمانية نتيجة حادث.
زار وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي بيلاروسيا، يرافقه رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع. قال المصلحي إنه زار مقر بورصة بيلاروسيا ومتحف البورصة السلعية البيلاروسية، كذلك مقر وزارة التجارة وتنظيم المنافسة، وعقد لقاءات مع عدد من الوزراء بينهم وزير التجارة وتنظيم المنافسة ورئيس البورصة السلعية البيلاروسية بهدف الاستفادة من خبراتهم الطويلة في مجال البورصات السلعية. كما عقد اجتماعا مع وزير الزراعة لمتابعة زيادة التعاون بين البلدين في مجال صناعة الألبان واللحوم. إلى البورصة المصرية والتي سجلت مؤشراتها أداء متباينا خلال تعاملة اليوم وسط عمليات شراء من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والعربية. قابلتها عمليات بيع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الأجنبية. تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.2% ليبلغ مستوى 10911 نقطة، بينما ارتفع المؤشران EGX70WI وEGX100. EWI بنسبتي 0.4% و0.7%. تحرص الدولة على تقديم أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع في استخداماته. ويأتي مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة ضمن المشروعات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها. نتابع. تيسيرا على المواطنين وتعظيما للاستفادة من الغاز الطبيعي كأحد الثروات التي تتمتع بها مصر، تحرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع في استخداماته لمختلف مناطق الجمهورية. ويأتي مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة ضمن المشروعات التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها. مشروع سكن مصر اللي احنا موجودين فيه حاليا من ضمن المشروعات اللي الدولة بتوليها اهتمام، لأن من ضمن المشروعات اللي الدولة قررت أن المواطن يستلم الوحدة السكنية المخصصة لي بكاملة المرافق بما فيها الغاز الطبيعي. إحنا شغالين بأعلى مواصفات القياس الخاصة بالأمان بالنسبة للعميل وبالنسبة للعامل اللي بيشتغل الاثنين مع بعض. مرحلة التركيبات الداخلية بتبقى مرحلة تعقب الشبكات والتركيبات الخارجية، وبيليها مرحلة التحويلات. وطبعا احنا كشركة بنبقى حريصين على تطبيق المعايير، معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، حفاظا على المواطنين وحفاظا على العاملين بتوعنا. وطبعا احنا بدأنا في التركيبات الداخلية ندخل منظومة العداد مسبق الدفع، والمواطن يبقى حريص ان هو يبقى محدد استهلاكه ويبقى عارف ان هو يتحكم في استهلاك بتاعه. المواطنون أعربوا عن سعادتهم بتوصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم لينعموا بتلك الخدمة الحضارية. بسم الله ما شاء الله، خدمة كويسة وممتازة، مستوى عالي من التكنيك، بيهتموا بالتفاصيل ونظافة الشغل. خدمة متميزة جدا وخدمة نظيفة وبصراحة موفرة، وبنشكر أولا سيادة الرئيس السيسي على الخدمات الجميلة اللي قدمها لنا دي. لا، هي أحسن بكتير من الأنابيب والكلام ده، كمان موفرة أكتر ومريحة أكتر، حتى الناس اللي جم اشتغلوا هنا اشتغلوا بسرعة وبإتقان. جهود كبيرة تقوم بها الدولة من أجل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك من أجل راحة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. أحمد أبو علم، التلفزيون المصرية. استقرت أسعار النفط بعد 4 أيام من الانخفاض، بينما لا يزال القلق ينتاب المستثمرين بشأن الطلب على الوقود، إذ يظل استخدام السكك الحديدية والطائرات وبقية أشكال النقل مقيدا في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم. ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 0.3% إلى $69.26 للبرميل، وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4% مسجلا $66.83 للبرميل.
كما صعدت أيضا أسعار الذهب لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين بعدما تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا بفضل تنامي المخاوف حيال السلالة دلتا المتحورة سريعة الانتشار من فيروس كورونا وأثرها الاقتصادي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1792 دولارا و42 سنتا للأوقية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% لتصل إلى 1793 دولارا و50 سنتا للأوقية. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.5% بينما صعد البلاتين 1.1% والبلاديوم 1.7%. وبالاقتصاد تتابع معكم هذه النشرة الإخبارية وهذا تسكير بأهم العناوين. بتكليف من الرئيس السيسي رئيس المخابرات العامة في زيارة لرام الله وتل أبيب لدفع جهود عملية السلام. تزامنا مع عمليات إجلاء الرعاية الأجانب إصابة 17 شخصا في تدافع عند بوابات مطار كابول. مسير ضبط إي جي للمزيد. نشكركم في هذه الجولة الإخبارية. شكرا. شكرا حسين. شكرا موصول. السلام عليكم.